بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما زال حديثنا موصولا مع سورة الصافات، ووصلنا في الحلقة السابقة إلى قول الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وقلنا بأن الخطاب هنا عن أهل الجنة. قال قائل منهم، من أهل الجنة، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. وقلنا معنى قرين يعني صاحب ملازم لي من المقارنة أو من الاقتران، صاحب ملازم لي. يعني في الحج بنقوله ايه؟ انه الحج بينقسم الى كم قسم؟ ثلاثة اقسام، مش كده؟ افراد وتمتع وقران. يعني ايه قران؟ يعني قارن الحج بالعمرة ويبقى ايه؟ لابس احرامه لا يخلعه الا بعد الانتهاء. ادي معنى قرين، يعني ايه؟ ملازم، ملازم. إني كان لي قرين يقول لهذا الرجل المؤمن في الدنيا، يقول له: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. بينكر البعث وبينكر الحساب. فرد هذا الرجل وقال لإخوانه الذين معه: هيا بنا لنشوف عاقبة هذا القرين. شوف شوف أسلوب القرآن، شوف نراه بأعيننا. قال: هل أنتم مطلعون؟ وبعد قلنا بأن هل هنا لإيه؟ للتحضير، يعني قوموا معي، قوموا معي لنشكر الله على نعمه. قوموا معي لكي نرى بأعيننا سوء عاقبة المكذبين وحسن عاقبة المؤمنين. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع. وهذا كله بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل. فاطلع فرآه، رأى ذلك الكافر اللي كان بيقول له في الدنيا ينكر البعث والحساب والثواب، فاطلع فرآه ايه؟ في سواء الجحيم. طب لما رأى في سواء الجحيم ماذا قال؟ تذكر نعم الله وتذكر فضل الله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين. نظر إليه كده وقال لي: شايفين ارنناك ده؟ والله لقد كان في الدنيا يوشك أن يهلكني. يوشك ايه؟ ان يهلكني. طب ليه يوشك ان يهلكه؟ ليه؟ لانه بيدله على الشر ولا على الخير؟ على الشر. يدله على الحق ولا على الباطل؟ على الباطل. ما بيقول له ازاي تصدق ان في بعث وحساب، وعمالك يجيب له ايه؟ حجج وكلام باطل ويناقشه. بيقول له: لا ما تصدقش، اذا كنا ترابا وعظاما مش هنبعث ولا حاجه. واخذ يرد عليه المؤمن، قال: تالله ان كدت لتردين، ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين. يعني لولا نعمه ربي علي لكنت من ايه؟ من المحضرين معك. فين؟ في النار. ولله المثل الأعلى، القرآن. طب بيضرب الأمثال العملية دي ليه؟ ليه؟
لتذكير الناس، لتذكير الناس ولغرس النصائح في القلوب ولبيان الواقع. وده مثلا ولله المثل الأعلى، أنت لك صديق وأنت طالب في معهد ولا في كلية وعاوز تذاكر الدرس أو عاوز تحضر مجلس العلم، مش كده؟ عاوز تحضر مجلس، يقول لك يا راجل تعالى، يا هتسمع ايه؟ هتسمع ايه يعني؟ تعالى تعالى نروح السينما، تعالى نقعد تحت الشجر اللي هناك دي. تيجي تطوعه تلاقيك انت سقطت وهو سقط. لكن شوف بقى، لو هو بيقول لك كده انت تقول له لا، انا بننظر الى الدنيا ايه اللي بينفعني. انا بنحضر مجلس العلم اولا فيه ثواب. طب لكن قعدتي معاك او ذهابي الى المكان الفلاني هيفيدني في ايه؟ ايه اللي هيود علي؟ لكن عندما نجلس مجلس العلم على الاقل هنسمع لي كلمتين ينفعوني في ايه؟ في درسي، ينفعوني في حياتي العملية، ينفعوني عندما اجلس في مجلس الداعية نرشد الناس. طب وانا لما هنروح معاه تحت الشجر ونقعد كده بس نشوف اللي رادح واللي دا واللي جاي استفدت ايه؟ شوف شوف، ادي معنى ولولا نعمة ربي. المؤمن بيقول للكافر اللي شايفه لولا ان الله سبحانه وتعالى نجاني من مكرك لكنت من المحضرين، يعني لكنت من المستحقين للنار كما انت ملقى بك فين؟ في جهنم. واضح الكلام؟ ولولا نعمة ربي، يعني لولا ان الله انعم علي بنعمة الايمان لكنت من المحضرين، اي لكنت من الذين مصيرهم كمصيرك. ويبقى المعنى كما ذكرناه في كتاب التفسير، قال الرجل المؤمن لقرينه الملقى به في وسط جهنم: تالله، يعني والله، لقد كدت أيها القرين أن تهلكني. ليه؟ بصدك إياي عن الإيمان بالبعث. مش هو كان بيقول له أئنا لمدينون؟ مش كان بيقول له كده؟ بيقول له أنا لو اتبعتك أنا كنت مصيري زي إيه؟ مصيرك. زي ما بتقول كما قلنا لزميل لك بيقول لك انه تعالى هنا، بلاش تسمع كذا، بلاش تذاكر، بلاش تواظب على الدرس، يجي هو يرسب وانت ايه؟ تنجح. تقول له شوف انا لو انا اتبعتك كنت ايه؟ سقطت زيك، لكن ربنا سبحانه وتعالى نجاني فما اتبعتكش، فانت رسبت وانا نجحت. ادي معنى ولولا نعمة ربي لكنت، يعني لولا اني الله عز وجل انعم علي بعصيانك، بعصيانك لكان مصيري زي مصيرك. ولولا، شوف شوف القرآن لما يشب لك الاسلوب المنطقي، الاسلوب اللي الحياة كلها قايمة عليه، لأن الإنسان قد يتأثر بصديقه. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إمك إنك أنت تشم منه ريحة كويسة أو يقدم لك هدية، مش كده؟ طب ونافخ الكير هتشم منه إيه؟ انت الرائحة الخبيثة، او يحرق ثوبك، مش كده؟ تطلع شرارة نار تحرق ايه؟ ثوبك. ولذلك قال القرآن الاخلاء، يعني ايه الاخلاء؟ يعني ايه؟ يعني الاصدقاء. الاخلاء بعضهم لبعض الا المتقين. صداقة المتقين تزيد في الايمان وتزيد في الخير وتزيد في
اعتناق الفضائل وتزيد في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن صداقة الأشرار هل هتفيدني؟ صداقة الجماعة اللي بيشربوا كذا أو يشربوا كذا مما حرمه الله دي تفيد؟ لا لا. ولذلك انظر قل ولولا نعمة ربي لولا أن الله ثبتني على الإيمان لكنت من المحضرين، أي لكنت اليوم من الذين أحضروا للعذاب مثلك ومثل أشباهك، ولساقني ملائكة العذاب إلى هذا المصير الأليم الذي أنت فيه أيها القرين اليوم. ده القرآن الكريم يضرب الأمثال في عشرات الآيات بأن صداقة الأخيار تؤدي إلى الخير، وأن صداقة الأشرار تؤدي إلى إيه؟ إلى الخيبة وإلى الخسران في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. والآيات التي في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يعني صديقة. ليه؟ لماذا؟ اهو لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. انظر القرآن بيضرب الأمثال، بيضرب الأمثال ويبين أن الإنسان العاقل هو الذي تكون نفسه مطمئنة. صاحب النفس المطمئنة، يعني ايه النفس المطمئنة؟ يعني النفس الهادئة العاقلة اللي تفكر بعقل وبمنطق والتي لا تتبع الهوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي لكنت اليوم من الذين أحضروا للعذاب مثلك أيها القرين الكافر، ولساقني ملائكة العذاب إلى هذا المصير الأليم الذي أنت فيه اليوم. فحمدا لله على إيه؟ على النعمة الإيمان وعلى نعمة الهداية. بعد ذلك يرجع هو لمين؟ لأصحابه، لأصدقائه اللي معه في الجنة. ما هو أخذ يتذكر ويتذكر ما شاء الله ويتذكر نعم الله عليه، وكيف أنه استطاع في الدنيا أن ينتصر على صديق السوء إزاي. فرجع لأصدقائه اللي هم قاعدين معاه بعد ما شافوا واطلع ورآه في سواء الجحيم. بعد كده بيجي الأصدقاء يقول لهم ايه؟ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يا جماعة احنا في الحلم، احنا في حقيقة ولا في حلم؟ هو بيقول لمين؟ لأصدقاء. يا جماعة هل ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه النعم من عندنا في الجنة بس هنقعد على طول ولا إيه؟ أفما نحن، وقوله تعالى أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، بيان لما يقوله هذا الرجل المؤمن لمين؟ لأصحابه اللي هم إيه؟ معاه في الجنة. يقوله هذا الرجل المؤمن لأصحابه الذين معه في الجنة، وبعد أن انتهى من كلامه مع قرينه، وهذا الكلام يقوله على سبيل إيه؟ أفما نحن ميتين؟ يقوله على سبيل إيه؟ على سبيل التحدث بنعمة الله. على سبيل إيه؟
التحدث بنعمة الله والاستفهام للتقرير يعني للتأكيد، وفي الفاء معطوف على ايه يا اخوانا؟ على مقدر يستدعيه والمقام. يبقى المعنى ايه؟ المعنى يبقى ايه؟ الفاء دي معطوفة على كلام محذوف، يبقى المعنى ايه؟ قالك المعنى أنحن مخلدون في هذا النعيم يا جماعة؟ أنحن مخلدون في هذا النعيم ولن يلحقنا موت مرة أخرى بعد موتتنا الأولى هذه التي لحقتنا في الدنيا، ولن يصيبنا شيء من العذاب كما أصاب إيه؟ غيرنا. إنا لنشعر جميعا بأننا لن نموت مرة أخرى، وسنبقى في هذا النعيم الدائم بفضل من؟ بفضل الله عز وجل وبرحمته. ده رأي. رأي تاني أن هذا الرجل يقول أفما نحن مميتين إلا موتتنا الأولى، بيسأل مين؟ بيسأل الملائكة. بيسأل ايه؟ الملائكة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يقول لهم ايه؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهو بيسأل الملائكة يا جماعة احنا قاعدين دائم هنا ولا عندكم كلام اخر؟ فترد عليه الملائكة، وبعضهم يرى ان هذا السؤال من اهل الجنة للملائكة فيقولون أفما نحن مميتين؟ ترد على الملائكة وتقول له هذا نداء من الله، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. واضح؟ أفما نحن مميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. فهم ولما يقول الملائكة يقولوا له نعم أنت في الجنة خلود بلا إيه؟ موت. يرد عليهم ويقول لهم إيه؟ إن هذا لهو الفوز العظيم، إن كنا في الجنة وخلود بلا موت وكل ما نطلبه حاضر، كل ما نطلبه حاضر، ولهم ما يدعون يعني ما يطلبون. يبقى إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. والإشارة في قوله إن هذا لهو الفوز العظيم لما سبق الإخبار به من نفي الموت والعذاب عن أهل إيه؟ إن هذا يعني البقاء في الجنة لهو الفوز العظيم. وهذا القول أيضا حكاية لما يقوله ذلك المؤمن لمن معه في الجنة، أي إن هذا النعيم الدائم الذي نحن فيه يا أهل الجنة لهو إيه؟ الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز ولا يقاربه فلاح. ثم يقول لهم أيضا اللي هو هذا الرجل أيضا ثم يقول لهم أيضا لزملائه اللي معاه في الجنة لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لمثل هذا العطاء الجزيل، لمثل هذا النعيم الذي نعيش فيه، لمثل هذا النعيم المقيم فليعمل العاملون لا لغير ذلك من الأعمال الدنيوية الزائلة التي لا فائدة من إيه؟ من ورائها. يبقى إذن هذه الآيات الكريمة يقص علينا القرآن الكريم فيها تلك المحاورة التي دارت بين رجل من أهل الجنة ومعه أصدقائه، ويذكرهم بقرين الذي كان في الدنيا يقول له أنتم على الباطل ونحن على إيه؟ على الحق، ويذكرهم وبعدين يقول لهم هيا بنا لنرى هذا الذي كان في الدنيا يأمرنا بالكفر وينكر. فاطلع فرآه في ايه؟ في سواء الجحيم.
وبعد ذلك قال يا جماعة اشكروا الله، اشكروا الله الذي جعلنا في الدنيا لم نطع الفاسقين وإنما أطعنا المؤمنين الصادقين، فأدخلنا الله الجنة لمثل هذا فليعمل، يعني لمثل هذا النعيم فليعمل الإنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تأتي القرآن أيضا بأسلوبه البليغ، بأسلوبه الحكيم، تأتي مقارنات أخرى، تأتي السورة زاخرة بالمقارنات، وكأنها تقول لكل عاقل احترس احترس، واقض حياتك في الخير لا في الشر، ولا تطع المكذبين، ولا تطع الضالين، ولا تطع نزغات الشيطان، احترس واعمل العمل الصالح واعمل العمل الجيد، لا بد أن تكون نتيجتك في الدنيا، في الدنيا قبل الآخرة لا بد أن تكون نتيجتك طيبة، لأن القرآن بين ذلك بكل وضوح، بكل وضوح، فقال من عمل صالحا، الآية التي في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة، ده في الدنيا، الحياة الطيبة دي في الدنيا. طب هتقول لي ده أنا فقير ومش معي فلوس زي فلان، نقول لك رب واحد معاه فلوس وشقي، وشقي واحد معاه فلوس لكن أصيب بالمرض مش قادر يأكل حاجة من انت من اللي انت بتاكله، فالفلوس مش كل شيء، الحياة الطيبة انك تشعر في آخر النهار انك انسان محافظ على فرائض الله، انك انسان بتأدي واجبك، طالب تذاكر وتقرأ ولا تمل من القراءة، لا تمل من القراءة، لأن العلم لا ساحل له، فتقرأ وتحضر مجالس العلم وتناقش، وإذا كان عندك سؤال تسأل، وتعد درسك إعداد جيد. هل الذي يفعل ذلك يضيعه الله؟ أبدا، دي سنن الله لا تتغير، من جد وجد ومن زرع حصد. وضربت لكم مثل قبل ذلك، قلت لك اتنين من التجار، واحد فتح محل في الحتة دي وواحد فتح محل في الحتة دي، اللي فتح المحل في الحتة دي مسلم واللي فتح المحل في الحتة دي غير مسلم، لكن المسلم تجارته تجرف ومهمل، ومثلا يجب ان يفتح المحل الساعة 8 مثلا يروح يفتح الساعة 10، واللي يجي يشتري منه يتعارك معاه او يعني يغشه، والتاني بقى اللي غير مسلم، اللي غير مسلم محل نظيف وصادق في بيعه وصادق في شرائه وصادق في معاملته ومحله طيب، هتيجي تقول لي ده اصله مسلم ينجح وده غير مسلم يرسب؟ كد كد كد. ليه؟ لأن من عمل عملا طيبا في الدنيا برضو لازم يجني ايه طيب، ديه تلاقي الزباين تروح له اللي هو معاملته كريمة مع انه ايه وتجارته تنجح، مش كده؟ طب وصاحبنا اللي بيدعي الاسلام لكن مهمل، هل ينفع؟ لا ما ينفع، ده متنيل على عينه، هيجيله من فين النجاح؟ من فين هيجيله؟ اللي عاوز ينجح لا تحسب المجد تمرا انت لاعقه، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ادي اللي عاوز ينجح،
اللي عاوز ينجح يذاكر ويجتهد ويحرص على العلم ويحرص على الصدق ويحرص على أداء الواجبات التي كلفه الله عز وجل بها، فهل إذا كان ذلك يضيعه الله؟ حاشا وكلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقلت لكم الآيات التي في سورة الأعراف، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قلت لكم هنا كلام محذوف وتقديره، قل هي للذين آمنوا، للطيبات كلها، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، مش كده؟ يشاركهم ايه؟ غيرهم. احنا بنأكل اللحم، طب والغير المسلم بيأكل اللحم، مش كده؟ نعم الله للجميع، ده في الدنيا، لكن في الآخرة خالصة يوم القيامة لمين؟ للمؤمنين، لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأدى التكاليف التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. لكن بالنسبة لي الدنيا، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمين؟ لمن يحب. فالدنيا جعلها الله للعاملين، فيبين لنا القرآن ذلك بهذا الأسلوب الجميل، إن لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم يأتي بعد ذلك المقارنات، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم لما إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. وهذه الآيات إن شاء الله سنفسرها في الحلقة القادمة. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.